مرحبا بكم في حلقه اخرى من الحلقات ديال عيد الصين الجديد. هذه الحلقات هادو انا فاش كنديكم معايا وما كنعرفش اش غادي نجرب، يعني كنكون بحالي بحالكم، كنمشيو بجوج وكنكتشفوا بجوج وكنجربوا بجوج. غير كليف دابا منساوش ديروا السبسكرايب كامل لايك وديروا الشات كاملين، عواش مبروكه. يلا هندو كما العاده في العيد الصين الجديد هي انه شي نضربوا حتى التسريكات في السوق ديال الفلاورز، كيف حال قلت كيديروا هما ديما الماركتس ديال الفلاورز ديال الشجاري ديال صبر انا باقي ندويها. ها واحد الراجل دابا كيتشيكي هاد الشجاري، ما عرفتش الشجاري ديال الليمون ولا ديال القصب ولا ديال الورد ولا ديال شي حاجه. المهم اللهم بارك كبار لفان ولفان. دابا من مورا ما شري الشجره ديالك كيديروا هاد البلان، كيحزموها هو الاول، وديك الساعه غادي يضربها بالماء، تراش بالماء باش ما تموتش قبل ما توصل للدار. ضربوا ليها تبارك الله على هاد الشجره ديال الورد، قداش شوف ضربوا ليها على الحجم، قداش شوف هادي راه كبر مني، الله يلا كبر مني، هادي حتى هي نفس الحاجه كبر مني، عاد واقيلا لي نفس الحاجه. صبران تكرزون ديكا هادي حتى هما ما شاء الله. صبران نمشيو للجهه اخرى، انا عندي بجميع الاحجام، جميع الاحجام والالوان والاشكال. شوفوا هذه، هذه هي اكبر سير على الله، والله الا هادشي هادشي كيخليك تحس وتعيش الاجواء ديال عيد الصيني الجديد، ولكن ما فيهم لا ريحه لا والو. الشجاري ديال المندرين كما عرفتش هاد المندرين قابل للاكل اولا. بطبيعه الحال هنا ما فيه حتى شي واحد، يعني غادي نشوفوا هذه واش كتكل ولا لا. صبر سكرزون دقيقة، الا شافني شي واحد، الا سمعتو شي تصفيقه من اللور عرفوا راه شي شينوي هذاك. شكال اصاحبي هاد المندرين شو ما فيه والو، ما دايرش بحال قلتي شي حبه زعما غادي تفاش من مورا ما تقشر غادي تلقى شي حاجه في الوسط، هذه ما فيها والو. ما عرفتش واش كتكل هذه ولا لا، والله الا واحد كيشوف فيها ما عرفتش مول هاد الشجره ديال الليمون ولا لا، كيدير الشكل ديالها والله ما عرفت واش كتكل ولا لا. المهم غادي نجربها بسم الله. المال قطع يا مايو جا مايو جا ولا جونغ ولا يو دويا على بركه الله. غادي نمشي لديك الجالي فيها ستاندات، ستاندات ديال الماكله ديال لي زاكسيسوار ديال اي حاجه زوينه في هذه الحياه. ما عرفتش عاوتاني كنت ماكن غالبا غادي يكون داك البلان بحال اللي كتلقى في المهرجانات الاخرى، دايرين الاكل ديال الناس ديال الشوندو ولا ديال الناس ديال فوشان. اتمنى ان اجد اختيارات اخرى. ضربوا لي على شحال ديال بنادم واقف كيتسنانا. هاد المحله دابا اللي عندهم واحد النوع ديال البونجا كيف حال ديك البونجا اللي كيمسح يلقيو بها الكوزينه هنا في لاشين كيبيعوهم، ولكن باقي لها على شكل شي حلوه ولا كيكه ولا شي بحال هكا. نقول لها بغيت هذيك ويا نوضا دا ايغا تيشا سو ها ها ديكان ها وصل المحل هذا كيبيع حتى الشوا ديال المحار والاخطبوط والكراب ستيك. سي هايا اوكي سي والله العظيم الا بحال شي بونجا حقيقيه والله، ونحطوا هاد الكيكه ولا هاد البارتي مازال ما عرفتش شنو هي. المهم غادي تجيك بحال دوك البونجات اللي كتشري في طوبه ولا بيندو، خاصه الناس اللي كاين فلاشين كتشري باك على قدو على قبل الكوزينه بواحد 30 درهم هكا 35 درهم كتكون فيه تقريبا 30 بياسه 25 بياسه. ما عيناش دابا ان شاء الله غادي نجربوه بسم الله. عاديه جدا، هما ركزوا على الاكسبيريونس عاوتاني، هما من ناحيه الشكل زوينه بيرفكت غادي تجر اكوغو ديال بنادم، ولكن من ناحيه المذاق والله الا كيكه عاديه ديال البيض والسكر والحليب والدقيق ديال الرز عاوتاني فلاشين عادي جدا. المذاق ديالها داير بحال واحد الكيكه ديال البيض معروفه عند الناس ديال هونغ كونغ وديال تايوان عاوتاني، كيشريوها بزاف فلاشين خاصه في الويكند في السبت والحد، حيت اثنين دابا غادي يرجعوا الدراري للمدارس ديالهم، مع اغلبيه ديالهم ما كيعيشوش مع والديهم. المهم كيمشيو في السبت والحد شناوه كيشري كي بحال قلتي 100 درهم ديالنا حنا 50 درهم 40 درهم قد ما بغى ديال الكيكه. المهم كتمشي لهاد البراندات ولا المخابيز كتقول لي بغيت 50 درهم ديال الكيكه، وكيبقى يقطع لك ديك الكيكه نفس المذاق ديالها. هذه نقدر نقول انه هذه الله فيها واحد كي غادي نقول لمسه زبداويه واحد الشيه، وفيها دوك اللمسات ديال سنيده، ولكن المذاق ديال الصفر ديال البيض قاصح لفان ولفان. اخر دغمه القيم ديال البونجا غادي يكون 2 على 10. دابا غادي يبان لكم انه اغوغو ديال الناس كاين موراه، كلشي كياكل كلشي فرحان كلشي خارج على الحيط. دابا الصين هما على طول العام كيتقاتلوا بحال هكا، مساكن هما على طول العام كيجمعوا الفلوس وكيتقاتلوا باش الله 15 يوم ولا شهر، المهم على حسب الشركه ولا حسب البلاصه ولا حسب. المهم كاين اللي كيشد عطله ديال الشهر، كاين اللي كيشد ديال 20، كاين اللي كيشد 25، كاين اللي كيشد 15 يوم، كاين اللي كيشد سيمانه، المهم على حسب الشركه فاش خدام. المهم فاش كيمشيو هاد المهرجانات هادو كيحاولوا يجربوا كل شيء، كيحاولوا يشريوا كل شيء، بحال قلتي انه كيفرح راسهم من مورا ذاك عام كامل ديال تماره. ما عليناش دابا انا غادي نمشي للجهه الاخرى ديال المهرجان وسوف اكتشف ماذا هناك بطبيعه الحال.
معن هذا واحد المحل اللي كيبيع دوك الالات الطبيه التقليديه ديال الماساج ولا اي حاجه بغيتيها هما هادين دابا كيجربوا شتي جات ديك الحديده ودارتها في ظهرها الفاكهه والحلوى هما من الاساسيات العيد الصين الجديد داكشي علاش شفنا عزيز عليهم بزاف يشريو الحلوى وفاكهه كيدوزوا بها كاع دوك الايامات خاصه مع اتاي ديالهم وهذه دايره بحال الكروش ديالنا حنا في المغرب الناس اللي عايشين في لاشين يقدروا يجربوها طوب دو طوب سواء مع حريره حامضه ولا مع سي اكيد دايره بلان ديالها عطاتني وحده هذه هي افضل ما غنات ام كلثوم فلاشي من ناحيه الكراوش الا بغيتي شي حاجه بحال الكراوش ديالنا حنا في المغرب بحالها الا زيدها انت العسل الا بغيتي ديباني ما عندك الشباكيه في رمضان هنا فلاشين زيدها العسل واستمتع بها بحالك تاكل الشباكيه المذاق طوب طوب عندهم هذه كتكون مقاده من الزجلان عندهم هذه كتكون مقاده من الكاكاو وعاد عندهم هذه كتكون مقاده من الزريعه سي نيت ما حلواش بزاف بحال ديالنا الصينيين ما شاء الله هما الابطال ديال التذوق عزيز عليهم الفابور عندك جوج الحوايج عزيز على الصينيين عزيز عليهم الفابور وعزيز عليهم التخفيضات إيه الا كان شي تخفيض تما راه الخيال عيما ضربوا لي على شكون غادي يدوز هما هاد واقيلا من داك الشمال الغربي ولا الشرقي نيها الشمال الشرقي ولا الغربي ديال الصين زايا ودادا زوني غلسانة الناقوس هو هذا كيصور فيه وانا كنصور فيه بالي انا واحد السيد كيبيع بحال داك البلان ديال البلو اول حاجه كيديرها هو كيزيد الكرين هما الاولين اللي دايرين بحال الكرجي ولكن ماشي كرجي كيشحرهم هو الاول مزيان غادي يزيد عليها الطروفه ديال اللحم ديال البقري باش حتى هما ياخذوا شويه من داك الامامي ديال ديك الخضره غادي يشحرهم بجوج وبعد ذلك غادي يزيد عليهم الروز هذا الروز هذا ديجا طيب واحد شويه نقدر نقول انه طيب واقيلا مع داك الصفر ديال البيض شي حاجه بحال هكا من مورا ما يخلط داك الخير كامل غادي يزيد عليه واحد الميق ديال ام اس جي ومن مورا عاوتاني غادي يزيد عليه واحد الميق ديال ديك لاصوص ديال الصويا اللي كتكون مخلطه مع الخل غادي يحرك كل شيء وغادي يزيد عليهم واحد الشويه ديال البورو ولا البصل الاخضر اللي كنقولوا ليه اش كوايما انا جيت دابا واحد جوج معيرقات ديالي وديال بابا علي وبعد ذلك راني نشور بنين اول ملاحظه هي انه هاد نيورو تشاميان ما خرجاش منه ديك الريحه ديال داك كي غادي نقول داك اللي كيشبه البلوف ديال الناس ديال شينجيان راه جربته في غوانجو في ديك الحلقه ديال الافارقه نقدر نقول انه حتى دابا هذا ما خرجاش منه ديك الريحه على بركه الله نتمنى المذاق يكون افضل بسم الله هذا ما غاديش داك البلوف حيت داك البلوف اصلا الجماليه ديالو كتكون في ديك الشحمه اللي كتكون خارجه من البقري هي اللي كتخليه يكون ذهبي تخليه يكون مزيد كتخليه يكون شحماوي كيكون المذاق ديالو يونيك وحتى فاش كتكون كتاكل كتحس بداك الامامي ديال اللحم ديال البقري التشوفان المثالي ولا الارز المقلي المثالي هو اللي كيكون اولا الا درتي لي ديك نص طيبه ما كيكونش ملتصق يعني ما خصوش يكون معجن بزاف وعاد من مورا ما شدو تزيدو على ديك الوك ولا ديك المقله الكبيره خصك تعرف التكنيك اللي غادي تشحروا بها بطريقه مثاليه بحيث انه غادي يكون في داك اللون الذهبي غادي يكون مقرمل ولكن ما كي غادي نقول ما غاديش يتعجن لك وما غاديش يتحرق لك في نفس الوقت التقيب ديال النيورو تشوفان غادي يكون 3 على 10 الا عندك عائله فلاشين طوب دو طوب حيت فاش كتجي لها الميراجانات هادو كتلقى كلشي كيديروا لكم واحد اكسبيرينس بحيث انه تقدر تجي تلعب انت وولادك تقدر تجي وتفرج في عروض موسيقيه تقدر تجي وتتقدى سواء بغيتي تتقدى مواد غذائيه ولا غير تتقدى مواد ديال عيد بحال هكا الزربيات وورد وتوشيات كاملين وعاد في نفس الوقت كيديروا لك بلايص فين تقدر تاكل تقدر تستمتع بالماكله ديالك الطبالي وديك التوشيات كاملين المهرجانات في الصين والله الا مين على مين اخر كوكو ديال بنادم ما شاء الله كيشريو في الحلويات ديالهم معاهم واقيلا ما كيعجنوش ما عندهمش الوقت باش يعجنوا لك دير الحلوى بيديهم يعني افضل حاجه هي تشريها كيجيو هادو على قبل تصاور مع الدراري الصغار هذا بامبل بي وهذاك اوكتوموس برايم ما عرفتش يبان لكم ولا لا ارا ليا على ترانسفورمرز او دزاين ناشتين سير الله ودا البوزيسيون عاوتاني خصنا ناكلو داكشي علاش غادي يمشي وغادي نجرب واحد البلان اللي العقل الباطني ديالنا حنا كمغاربه ما غاديش يتقبلوا ما غاديش يفهموا المهم شوف الناس اللي خدام عندي انا في القناه فاش كاد عندي شي 3000 سبسكرايبر واقيلا ولا مع 4000 والا الحمد نحمدوا ونشكروا على هذه الارقام كامله اللي عندي دابا الناس اللي كانوا عندي ديك الساعات راه درت عليها انا حلقه بوحده ولكن دابا راه ما شاء الله راه وصلنا اكثر من 40000 مشترك خص ضروري نبارطاجي معكم عاوتاني هذه الاكسبيرينس حيت انا من مورا بوستيت ديك الحلقه والله الا شوف العقل ديال بنادم وقف على بركه الله تكون عباره على الجلده ديال الحوت كتزيد ديك الساعات شويه ديال واحد البلاني ديال بحال القزبور مع القزبور وكتزيدها واحد شويه ديال الكاوكاو وبعد ذلك شويه ديال الزنجان هذا واقيلا ولا البزار والعطريه ديال الشينوا ديك الساعه كتجي واحد شويه ديال لاصوص ديال الصويا شويه ديال الخل شويه ديال الزيت وبعد ذلك غادي تحرك كل شيء وبعد ذلك اظن ان بعض الظن يتمنى غادي يدردر عليه واحد شويه ديال الزنجلان سي مقوسه تم ديال الوجبه هو 25 سي بسم الله
الكلمه بلونغلي هي تشوي. الا بغيت ندير لها الترجمه نقدر نقول انه قابله للمضغ، شي حاجه بحال هكا. المهم فاش كنحشيها في الفم ديالك كتبقى تسمع ديك كجت 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 كجت، ابقى تندغي لها يوم يدينا الاحساس. ولا نقدر نقول انه التجربه ديالها بحال فاش كتشد الودن ديال المعزي ولا ديال الغنمي وكتحطها في الفم ديالك، نفس الاكسبيرونس. كتحس انه خصك ديما تضغط وتضغط وتضغط، المذاق ديالها حامض بزاف ومالح في نفس الوقت، ولكن زيتيه ولفان ولفان. الحاجه اللي كتخليها السلطه هذه ديال الجلده ديال الحوت تكون محبوبه بزاف في الجنوب ديال الصين هي انه تجربه بحد ذاتها يونيك. علاش؟ حيت انه كيخصك باش تقاد غير هاد الشلاضه هذه دابا اللي كناكل هنا، خصك خمسه ديال الحوتات يكونوا كبار، وعاد ديك الساعه تقطعهم بواحد التكنيك، تحيد الجلده بواحد التكنيك اللي غادي يكون يونيك بزاف. يعني الا جرح داك الموس القصره غير بواحد الميق راه لا يمكن ان تستعملها تلك القشره. ان شاء الله مستقبلا الى جيتو غادي نديكم، الى جيتو عندي بالضبط غادي نديكم المكان اللي كيقاد هاد السلطه هذه لاكثر من 40 سنه، حيت نقدر نقول انه ديال هادو اليوم ما كاينش واحد التوازن بين الحموضيه والملوحيه واحد الشويه. القيم ديال هاد الشلاطه ديال الجلده ديال الحوت ولا ديال السمك ولا ديال الديناصورات غادي يكون 3 على 10 من لا 3 على 10 نازله عاوتاني بزاف، نقدر نعطيوها 5 4 شي حاجه بحال هكاك. هذه الكفته ديال الخنزير 100% سيرا شامارو سيرا سيرا شامارو. هذا مانغو مانغو كتبربره انا بحال قلتي كتسلقها ولا شي حاجه بحال هكا. هادو الودنين ديال الخنزير والكرعين ديالو نفس الحاجه هنا ونفس الحاجه هنا. الحاجه اللي كتعجبني في هذا الميراجان فاش كنمشي لهم هي انه ما كنقولش لكم انه اليوم غادي نديرو، انا كنمشي داك الميراجان وهناك سوف اكتشف شنو غادي نكتشف تما الله اعلم. المهم دابا جاني الجوع عاوتاني من مره ما درنا هذه الجوله اللي خفان زربان، قلت غادي نمشي وغادي ناكل شي حاجه وكنتمشى هنا، واللي لقيت بطبيعه الحال راه غادي نجربو. هادو كيسميوهم هما رودامين كيبحال قلتي النودلز البارده، وديك الساعات كديرهم لك في ديك البارطيه وكتزيد عليهم اي عنصر بغيتي. هنا عندها اغوغو ديال الاختيار بحال قلتي كاوكاو المخللات الحار خيزو وزيدو زيدو زيدو زيد اجي الله يشفع واحد السيده. واقيلا واقيلا الا كان داكشي اللي في راسي راه الله اعلم، الله الا داكشي اللي كاين في راسي هو اللي كدير. هاد السيده كتبيع البنان مقلي وعندها حتى رولز ديال الحليب، وعندها هادو كيقولوا لهم هما العش ديال الحمام ولا شي حاجه بحال هكا، وعاد عندها الايس كريم. ما عمرك شفتي ايس كريم مقلي؟ فراه كيبيعوا حتى المثلجات مقليه. ويا ويغا دابا من مورا ما عجبت ليها عطيني واحد حتى البنات مقليه غادي تشدها وغادي تحطها تما باش تقليها، ما عرفتش تبان لكم ولا لا. ها هيك دابا غادي تكون كتقلي في داك البنان، من مورا ما يكون داك البنان المقلي واجد غادي تشدو وغادي تقطعو، عاد ديك الساعة غادي تزيد شي حاجة شوكليت كاي شوكليت كاي سي سي هو ما جونغوا الوجبة هو 20 ار ام بي ها سي سي جوج بنانات خلص عليهم الثمن ديال الكيلو ديال البنان في لاشين. نجربوها دابا بسم الله. جبل ديال شنو من مورا بابا علي دابا كتخرجوا فيها، ما بغيتش ندير شي رياكسيون اللي ما هياش، ولكن والله بلا عادي جدا عادي لواحد الدرجه راه توصف، ولكن خصني نبتسم فهمتي ديك ديال دابا بغيت نعض ولكن خايف في نفس الوقت. انا دابا كندير لكم هاد الفيديوهات غير باش ما ديروش نتوما هاد حوادث السير، والله الا اكسبيريونس موفيز افير. كتحس انه ديك الطبقه اللي على برا شاده جبل ديال الزيت، شاده جبل ديال الزيت معاك كتعض، والله الا هنا الحلا كتبربا فيهم الزيت ما كتبغيش دوز. متاكدين 100% بالليل انه غادي يبقى نحس بداك انوسم عاوتاني ديال اللي كنقولوا احنا باللغه كنقولوا احنا الشلوح كنقول لها انوسم، ولكن ما عرفتش شنو هو بالدارجه. غادي يبقى نحس بديك الزيت بالليل رجع عاوتاني. تقيم ديالي البنان المقلي غادي يكون صفر، من ذاك الراس حتى لهنا ومن هنا حتى لهنا ومن هنا حتى هو حتى اللفان كاملهم جمعيات تطوعيه. هما البراش دابا كيبيعوا البارتيات باش ديك السعاده دوك الفلوس اللي غادي تعطيهم يقول لك انهم غادي يمشي وغادي يعاونوا شي جمعيه ولا شي حاجه بحال هكا. الا ما بغيتيش تشري شي حاجه تما باش تعاون الجمعيات الخيريه ولا اي حاجه تقدر تجي وتبرع بالدم. ها هو الكار كاع جابوهم اليوم كتجي لهنا كتبرع بالدم، لا واقيلا كتدخل الوسط كتدخل تما فيه ناموسيات كتبرع بالدم، وديك الساعه كتجي هنا وكيعطيوك واقيلا شي كادو شي عصير شي حاجه بحال هكا. بانوا لي عاوتاني شي محلات اخرى ديال الاكل في قنطه اخرى، نتمنى تكون عندهم شي حاجه في شكل. بان لي البلاصه هذه عندهم شي تويشيات كيوت، ولكن شنو اللي عجبني عندهم كيبحال قلتي دايرين طوفو بالديزاين ديال الدراغون. الطوفو هذا ديجا جربته، ولكن الا عندهم واحد البلان وات ذيس يا جماعه بوتيتو اوكي. هذيك بحال قلتي غير بطاطا مقليه بالديزاين ديالها سميتو بطاطا مقليه بالديزاين ديال الدراغون. ذيس وان يس This one. Yes, it's mean this can bring you good luck. I want one of this. You want one of this? Yeah. Thank you.
يعني واش بغيتي الشوربه كليها تري تري لاصوص سي قالت البلول ثانك يو استي حضر بي اوكي ثانك يو الثمن ديال الوجبه هو 28 ار ام بي بسم الله بسم الله بسم الله سبحان الله فاطمه يا رجل الاجواء يا سلام كلشي فرحان كتحس بالاجواء ديال العيد الالوان التنوع من ناحيه كلشي ولكن كتجي حتى الماكله اوف الدنيت والله الا موفيز افير اليوم ما كاينش التركيز على الجوده ديال الاكل علاش حيت عارفين انه الناس غادي ياكلوا باش ما ايوا تقلقوا لكن غادي ندير عاوتاني واحد الدغمه لاصوص موفيز افير المذاقات ما كاين حتى شي مذاق تما كنقلب انا على شي مذاق ديال محموضه الملوحيه شويه ديال الكوري الكرات ديال البقري وديال السمك يكون فيها شي مذاق شي حاجه بحال هكاك اوه يا داد كل شيء بدون مذاق تيست ليست اللي كنقولوا بلونغلي لا فان ولا فان ومركزوا غير على التقديم ملي ستيلا يونيك وحط لك دوك العناصر كاملين تقول واو ولكن فاش كتجي تدوق موفيز افير او داد داد التقييم ديال النودلز اللي ما عرفتها انا تايلانديه ما عرفتها صينيه ما عرفتها هونغ كونغيه ما عرفتها ماكاويه ما عرفتها انا من اي قبيله هذه النودلز غادي نعطيها صفر عاوتاني هذا البراند سميتها اكسبينغ وكاينه في مدينه غوانجو هما اول شركه في العالم اللي غادي يدير طومبيلات كيطيرو المهم هذه النسخه هذه ديال الطومبيلات تلقوها في العيد الصيني الجديد ويقدر يديروا لك طاط ديزاين الا بغيتي ديال التنين الصيني الاحمر هذا واحد المحل كيبيع كيف حال قلتي دوك الديكورات ديال العيد الصيني الجديد هادو عباره على ستيكرز اللي ديما كيلصقوا على الباب راه ديما كنقول انا التيشيرت هادو عباره على هونغ باوز الا بغيتي تعطي فلوس للدراري الصغار ولا الناس الكبار ولا اي حاجه هنا نفس الحاجه الا بغيتي تبعد الطاقه السلبيه على منزلك وتبعد داك الوحش ديال النيان اللي كيقول ليه هما المهم طب دو طب كلشي احمر يا العمر هاد البلاصه بالضبط هي افضل مكان عند الويده ديالينا خاصه فاش كانت كتجي والله الا كنا كنجيو هاد الفيستيفال نقدر نقول انه اخر نسخه فيه قبل كورونا كانت في 2020 واقيله وكانت معايا الوالده المهم دابا غادي نضرب شي حاجه بطبيعه الحال خصني ناكل يعني يلا نقلب سكره هادي كيقول ليها فلاشين البيضه ديال الكوب بحال هادي كانوا كيديروا غير تقبه في الفوق وكيحشي فيها ديك الساعه السترو ولا الباي ولكن دابا ولاو كيديروا واحد البلان بحيث انه كينقيوها باكملها حتى كتولي بحال هكا سبحان الله جيت غير نصور لكم ونوريكم الاكسبيرينس ديالي يعني اشنا هو اخر ما غنات ام قلتهم فلاشين من ناحيه الطريقه ديال هذه الكوكنات هذه والله الا عشقت بغيت نشرب الفم ديالي وليت كنحس به ناش انه بغى يشرب داك الكاك نايت ميلك ولا انا ما عرفت بعدا اصلا شنو فيها المهم على بركه الله نقول لها عطيني وحده سي والله الا كتبان بعضها مهرهره ضربوا لي على الديكور كي داير شوها انه مهرهر دابا غادي نرتاح ما فاش كنت كنشوفها انا كتقاد فيه قبل ما نقول لها عطيني وحده كتحس بالفم ديالك غير منعش كيما هي قلتي عشقتي كيما هي كتوحم هذيك هي الكلمه ولكن دابا من المباراه شربت والله سيدي ربي الله سيدي ربي نقدر نقول انه المذاق ديال الكوب قالت لي هذيك من المباراه ما تشرب عض بسم الله الطبقه اللي على برا ما فيها لا مذاق ديال الكوك لا والو ولكن نقدر نقول انه داك العصير في الوسط توب دو توب القيم ديالي غادي يكون 4 على 10 ما شاء الله غادي نديكم باش نتفرجوا في واحد المجموعه موسيقيه من يونان اظن ان بعض الظن يتمنى انهم من يونان علاش حيت عرفتهم انا غير من النوع ديال الملابس اللي لابسين وسمعوا دايره بحال كتغني كي بحال كيغنوا بالشلحه سوف تكون حلقتنا قد انتهت غير كليب دا ما نساوش ديروا سبسكرايب كامل لايك وديك الشيء كاملين بارطاجي هذه الحلقه بارطاجي هذه القناه اي حاجه عجبتكم ديروها بالقناه ديروها بالفيديوهات تكون يحفظ ربي حياكم والله واش مبروكه سنه صينيه جديده عيديه المهم فهمتوا